خلونا ننقل الصورة بشكل أكتر وضوحاً ونعرف إيه اللي حصل في المحافظات، إزاي المحافظات استعدت وتأهبت لهذه الموجة من تداعيات الطقس السيء. معانا على التليفون دلوقتي دكتور ممدوح وراب، محافظ الشرقية. سيادة المحافظ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ غسان، صباح الخير على التعليمات كل فندم. يا اهلا بحضرتك، الوضع عامل ايه دلوقتي في المحافظه؟ الامور يا فندم مستقره، مفيش امطار النهارده، معظم المياه اللي على الطرق الرئيسيه الحمد لله تم رفعها. احنا النهارده ابتدينا نخش في بعض القرى عشان لو في تراكمات مياه داخل القرى، شركه المياه بالمعدات بتاعتها والوحدات المثليه بالمعدات بتاعتها، والامور الحمد لله يا فندم جيده، والحمد لله النهارده الشمس كويسه على محافظه. طب يا فندم، هيئة الطقس كانت بتتكلم عن موجة سيئة من الطقس السيء، ازاي تم الاستعداد ورفع حالة التأهب قبل الطقس السيء ما يوصل لكل محافظة؟ طبعا احنا بنبقى مستعدين وبيبقى عندنا غرفة عمليات متصلة بكل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها، الكهرباء، شركة المياه، الحماية المدنية، الإسعاف، كل الجهات بنتواصل مع بعض من خلال غرفة عمليات موحدة، وبنبتدي نتابع لو في مشكلة بيحصل عادة الأمطار ابتدت من منطقة مينيا القمح ومنطقة مسدود، وكان في مياه في أمطار خفيفة عليها، وبعد كده ابتدت تتحرك في اتجاه الشمال. وطبعا لما بيبقى في محتاج دعم، احنا عندنا وحدة اسمها وحدة التدفق السريع بمعدات كبيرة وليها إمكانات قدرات كبيرة جدا، بنيجي محركينها لدعم أي مركز عنده مشكلة، إنما الحمد لله ما اضطرناش نستخدم الكلام ده كله امبارح، لأن الأمطار وكميتها والفترة اللي نزلت فيها كانت كلها في الحدود اللي أقل من المتوسطة، وما أثرتش على حركة المرور، أو كان في تراكمات أثرت على أي نقاط داخل المحافظة الحمد لله. ده عظيم جدا. سيادة المحافظ، هل في شكاوى اتقدمت لكم في المحافظه بسبب تراكم مياه الامطار، ولا انتم كنتوا بتتحركوا سريعا بمجرد نزول الامطار والسيول؟ احنا يا استاذ محمد بيبقى عندنا خطه بنتحرك منين لفين، فاحنا بنبتدي بالطرق الرئيسيه اللي هي بتخدم اكبر عدد من المواطنين وكثافات السكانيه، بعد كده بنبتدي نخش على الطرق الفرعيه فالقرى في العزب. فاحنا الحمد لله امبارح ما قدرناش نقدر نقول حاجه تذكر غير حاجات بسيطه، وكنا بنتحرك على طول الوحدات المحليه للتعامل معاها، والنهارده الشغل كله هيبقى مكثف داخل القرى والعزب، لان الحمد لله الطرق الرئيسيه تم التعامل يعني معها. لسه في دلوقتي مياه امطار في القرى والعزب؟ في بعض القرى وبعض العزب بنشتغل فيها، انما الحمد لله ما فيش حاجه مقلقه او حاجه مأثره على حتى المدرسه او الدراسه داخل محافظه. عظيم جدا. طب سيادة المحافظ، يعني وجه التعاون بين الجهات التنفيذية وشركة الصرف الصحي، ممكن حضرتك تكلمنا عنها أكتر؟ طبعا حضرتك في تعاون وثيق جدا، وخلي بال حضرتك مش بس شركة المياه إنما الكهرباء كمان، لأن ليها دور كبير جدا، وبرضه المياه المدنية لأنها دور كبير جدا، بيتم التعاون، وزي ما قلت لحضرتك إن إحنا عاملين غرفة عمليات كل الجهات متصلة بيه، وكله بيعمل على مدار الساعة لاستقبال اي شكاوي او توجيه عربيات المياه او توجيه مشط المياه او توجيه شركه الكهرباء او اي انقطاع بنحتاجه للمكان اللي فيه الاحتياج. والحمد لله استعداد جيد جدا بمعدات جيده جدا، وطبعا حضرتك عارف السنوات السابقه احنا اخذنا منها خبرات واخذنا دعم جيد جدا لتوفير كل المعدات اللي احنا محتاجينها اثناء الازمات زي الامطار الكثيفه. عظيم. سيادة المحافظ، كل الجهات زي ما حضرتك قلت في تعاون مع المحافظة، وكل جهة بيكون لها استعداداتها، لكن الصرف الصحي بيكون لها استعدادات مختلفة شوية، لأنه كمية الأمطار اللي بتنزل لو قوية وفي سيول ممكن يؤدي إلى انسداد في شبكة الصرف الصحي. إزاي استعدت المحافظة بشكل عام في هذه النقطة وهذا الأمر؟ إحنا منذ سنتين يا أستاذ محمد ابتدينا نعمل زي مصرف للأمطار على المجاري المائيه، يعني على السرع، على النيل، على اي افرع مائيه بنعمل عليها على طول عشان ما تعملش احمال على شبكه الصرف الصحي، وبالتالي محطات او الروافع بتاع الصرف الصحي او محطات مائيه تتاثر فيها، فكان ليها مردود جيد جدا. الحمد لله ما كانش في ضغط على الشبكات السنه دي خالص الحمد لله، وطبعا ده كل ده بيتم بالتنسيق مع
شركه المياه والارصاد الصحي، وهم انا عايز اقول لحضرتك ان هم مدربين على مستوى عالي جدا وعندهم اجهزه جيده جدا للتعامل مع هذه الحالات، وفي بروتوكول عمل بيتم ان هو في حاله ان حصل التباس شبكه اللي بيتم لو اضطر ان هو يفصل التيار الكهربي عن احد الرافعه ويتحول على رافع ثاني. كل القصه دي كلها مخطوطه وتم تجربتها اكثر من مره، والحمد لله لغايه دلوقتي ما اضطرناش للجوء لمراحل زي قصه التيار الكهربي عن اي رافع من المواقع او استخدام اجهزه لتسليك شبكات، لان الحمد لله يعني زي ما قلت لحضرتك الشبكه اللي عملناها خلال السنتين اللي فاتت اللي هي بتصرف على المصرف المائي صحيح، ونستفيد كمان من مياه الامطار بالظبط كده، فما هي بتنزل على السرع على طول يا استاذ محمد ونستفيد منها زي ما حد. طب سياده المحافظ الدراسه اخبارها ايه؟ يعني الطلبه دلوقتي قادره تروح النهارده مدارسها عادي ولا تم تعطيل الدراسه؟ لا يا فندم، ما فيش تعطيل دراسه وما فيش مشكله على اي طريق، واحنا ما تلقيناش ان في حد عنده مشكله عظيم طريق او اقصى طريق الحمد لله لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، نشكر حضرتك دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا لك.